انا في حاجه عايزه اعرضها عليكم ونشوفها مع بعض. كنت بتفرج على احد الفيديوهات، لقيت فيديو جميل جدا ولكن خوفني جدا. الفيديو ده كان لشاب ايطالي عنده 35 سنه، كان بيعزف اله عاديه جدا الساكسفون، بس بيعزف بقى فين وهو بيعمل عمليه. الدكاتره طلبوا منه ان هو يعزف على الاله لمده 9 ساعات. ليه بقى ده؟ ده كان بيعزف كده عشان ما يضروش بوظايفه العصبيه. يلا بينا نروح نشوف الفيديو مع بعض ونتعلم منه عشان نبقى هاديين كده زيه. يلا. تعرف شو في اشي مشابه له نوعا ما؟ في وحده اي ثينك لبنانيه وهي عم تولد كانت عم بتغني لفيروز. احنا بنكون بنزعق وبنصوت. أيوة واحنا بس دي عمليه 9 ساعات. 9 ساعات وبدماغه يعني هاي قديش يعني. بس هاي اظن عملوها كمان لسبب كمان طبي. قال عايزه تركيز قوي جدا يا عمرو. قال عايزه قوه عشان اظن اللي عملوها الدكاتره عشان يضلوا محافظ على خلينا نحكي الخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه بالظبط، لانه في مغنيين وموسيقيين كتير جدا بيرفضوا ان هم يعملوا عمليات في يعني مثلا حنجرتهم في حاجات كده، فهم بيعملوا لهم الحيله دي عشان يطمنوهم هم نفسيا ويخلوهم يرضوا يعملوا العمليه دي. عشان لو هم عملوا عملية فشلت لا قدر الله ممكن يفقدوا شغلهم. بس شوف قديش كمان هذا الاشي بيشجع كمان في اشخاص بيكونوا خايفين زي ما حكى عمر يعملوا عمليات معينة عشان خايفين بشكل عام. يعني انا تعرضت لتروما نفس الشيء، العملية كثير كبيرة وكنت خايفة من اثارها الله يسلمك. بس فعليا هذا الاشي بيحكي لا معلش الطب تطور جدا اللي صار خلاص البني ادم بقدر يعمل عملية ويضمن طبعا بعد اكيد طبعاً. رب العالمين بين دايما المريض وبين الدكتور بتدي حالة نفسية قوة للمريض، وبيبقى زي ما انتم شفتوا دلوقتي قاعد بمنتهى الهدوء بيعزف. دي حاجة جميلة جدا، يا ريت كلنا نتعلم ده. دي حقيقة.